السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه. ان شاء الله نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هذا النهار بغيت نشارك معكم واحد الوجبه او وصفه اللي كاقتراح لوجبه فطور اللي كتجي زوينه وسهله وبسيطه. وهنا المقادير عندنا هنا واحد الكميه ديال لي بغيوش، جوج بيضات، زلافه فيها الحليب وشويه ديال لا كريم فريش، عندي شويه ديال السكر، جوج معالق مثلا ديال السكر بودر، نص معلقه ديال الملح، وعندي جوج معالق ديال ما زهر. كنبداو هنا الطريقه على بركه الله. كناخذ جوج بيضات اللي ذكرتهم يعني المقادير، كنضيف عليهم مليحه، كنحركهم مزيان دابور، كنزيد شويه ديال الملح، شويه ديال السكر، وكنبقى كنحرك مزيان. كما شفتوا هنايا اضفت ما زهر، يعني واحد الكميه بسيطه، جوج معلقات او ثلاثه ديال المعالق ديال ما زهر. ومن بعد كنزيد هذاك الزلافه ديالي اللي قلت لكم فيها خليط من الحليب والكريمه السائله، يعني ديك الكريمه السائله كتعطيه واحد المذاق رائع لهاد البغيوش، كيجيب واحد المذاق فريد من نوعه، يعني كما كنقولوا زوين ولذيذ. وكنستمر في التحريك. من بعد غادي نرقد هذاك البغيوش ديالي، كنرقدو في هذاك الحليب ولا ديك الخليط اللي حركت كامل، يعني دوك المقادير كنخليه كيشرب شي شويه، يعني واحد بضع ثواني. ومن بعد كنقلبو على الجهه الاخرى باش كيشرب مزيان داك السائل كما كتشوفوا. يعني هي وصفه يعني بسيطه، سامبل، روسيت سامبل، مي فريمون كتجي زوينه ديليسيوز. يعني كنحاولوا امكن نوعوا في الوجبات ديال الفطور. من بعد كنحيد هذوك الشرائح ديال لي بغيوش، كنوضعهم في الطبسيل على جنب، وكنبقى كنرقد يعني في ديك الكريمه السائله شويه بشويه، يعني لي مورسو حتى كنكمل. ومن بعد غادي نطيبهم في واحد المورسو ديال الزبده اللي كنخليه كيدوب مزيان، وعاد كنبقى نوضع وحده شويه بشويه يعني حتى كيطيبوا. وكنقلبهم على الجهه الاخرى، يعني كنطيبهم من جميع الجوانب حتى كيتحمروا مزيان، كيوليو كياخذوا واحد اللون دوغي. من بعد ما كنحيدهم من المقله، كنديرهم في واحد الطبسيل اللي فيه الورق النشاف باش كيشرب داك اللي دام شي شويه. وكان بعد كندير عليه لو سكر كلاص او اي حاجه بغيتوها، كاين اللي كيدير العسل، كاين اللي كيدير، يعني كيبقى على حسب الذوق ديال اي واحد. ومن بعد كنزيد شويه ديال القرفه حتى هي غبره بودغ. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال هذا النهار، ديال كاقتراح لوجبه فطور. نتمنى انها تنيل الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وغادي نزيدكم مزيد من الاقتراحات ديال وجبات الفطور ان شاء الله، غادي يكونوا وجبات اخرى.
او وصفات اخرى. ايوا نتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال هذا النهار، وما تنساوش الاشتراك في القناه غوسيت افيك لينا، ودعموني بلي لايك ديالكم، وشكرا على التعليقات اللي كتخليو لي. وما تنساوش بطبيعه الحال تنضموا للقناه وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وشكرا على المشاهده، ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.